من دواعي سروري أن أعطي الكلمة للسيد صاحب السعادة رشاد محمد علي العليمي رئيس اليمن. تفضل فخامة الرئيس. Your Excellency, you have the floor. صاحب الفخامة لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن نعرب عن خالص التقدير وأصدق التمنيات على حسن التنظيم والاستضافة لهذه القمة الرفيعة، والشكر موصول للأمم المتحدة وأمينها العام على جهوده المنبثقة مع الأطراف المعنية من أجل كوكبنا. الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا، تجتمع دولنا اليوم في ظل تحديات متعددة، من أزمة الغذاء إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى الحروب المشتعلة حول العالم، لكننا ندرك أن تداعيات التغير المناخي هو التحدي الأخطر، خصوصا في البلدان التي تعاني من نزاعات مسلحة. ورغم أن اليمن هو الأقل مساهمة في الانبعاث المتسببة بظاهرة التغير المناخي، إلا أنه يأتي في صدارة الدول المتأثرة بآثارها السلبية. ولا شك أن الصورة القاتمة التي تحملها إليكم التقارير بشأن آثار التغيرات المناخية في اليمن ستكون أكثر تفصيلا في إطار النقاشات الموسعة ضمن أعمال هذه القمة. ولكن دعوني أشير هنا إلى أن بعض ملامح تلك الصورة التي نتوقع نضوب المياه الجوفية بما فيها الأودية الرئيسية في البلاد، فضلا عن مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر في الأحواض القريبة من المناطق الساحلية والتي تمتد لأكثر من 2400 كيلومتر، ما يشكل تهديدا خطيرا لحياة ومعيشة السكان والاقتصاد. إن بلدنا كان على الدوام أحد أكثر بلدان المنطقة المهددة بالجفاف، ما يمثل مصدرا آخر للاقتتال الأهلي على الماء والأرض، حيث يعتمد أكثر من 72% من السكان على النشاط الزراعي الذي تنخفض إنتاجيته بشكل كبير. وقد ساهمت التغيرات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة واضطراب المواسم المطيرة في انتشار المستنقعات نتيجة الفيضانات والسيول التي تؤدي إلى فقدان آلاف الأرواح بأمراض كان يمكن علاجها أو الوقاية منها. وإضافة إلى ذلك، فإن مقوماتنا البيئية والسياحية تتعرض لآثار مدمرة جراء هذه التغيرات، في ظل انهيار شبكة الحماية تحت وطأة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وهو ما يتطلب التسريع بتعهدات خفض الانبعاثات وبناء القدرات على التكيف ومضاعفة التمويلات لهذا الغرض، وقبل ذلك تعزيز فرص السلام وبموجب قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات، وخاصة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216. الأخوة والأخوات، إننا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إدراك تام بهذه التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، كما نعي بنفس القدر واجباتنا المشتركة للحد من تأثيراتها، ولكنني على ثقة أنكم أيضا على دراية عميقة بالطريق أضمن لإحداث التحول في هذا المسار. إنه طريق السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية العضو في الأمم المتحدة وتمكينها من إدارة حصتها العادلة من المبادرة التمويلية للدول النامية والأقل نمواً
لمواجهة تحديات المناخ والحد من نتائج الممارسات التدميرية التي تنتهج لها الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك تحويل البلاد إلى أكبر حقل للألغام منذ الحرب العالمية الثانية، والمماطلة في إنهاء خطر الانسكاب النفطي المحتمل من الخزان العائم صافر الذي يهدد بأعظم كارثة بيئية في العالم. وبالنسبة لليمنيين، فإن هذا الجمع الموقر يتحمل مسؤوليات متداخلة تتلخص بمساعدة الحكومة اليمنية على بناء قدراتها وإعادة إعمار مؤسساتها ورد التهديدات الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لأمن واستقرار البلاد وخطوط الملاحة الدولية وإمتدادات الطاقة العالمية. ومن جانبنا كما تعلمون، فقد ذهبنا إلى أبعد مدى في التعاطي مع جهود السلام كافة، سعياً منا إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي كعضو فاعل في محيطه الإقليمي والدولي. لكن الميليشيات الإرهابية وقفت على الدوام عائقاً أمام فرص التقدم في جهود السلام، وآخرها رفض تجديد الهدنة الإنسانية واستهداف المنشآت النفطية والملاحة في محافظتي حضرموت وشبوة، والتهديد بتوسيع هذه الهجمات غير الحدود عبر الحدود بمنطقة تقع في قلب الممرات التجارية الرئيسية في العالم. الأخوة والأخوات، إن القرارات التي ستتخذونها في هذه القمة من شأنها أن تؤثر إيجاباً على حياة ملايين اليمنيين الذين فقدوا نصف ناتجهم القومي المقدر بنحو 126 مليار دولار خلال الثمان السنوات الماضية. ناهيكم عن الدمار الهائل ومخيمات النزوح المكتظة والخدمات التي لا تعمل سوى بأقل من نصف طاقتها، وإنها لمناسبة جيدة أن نجدد الشكر والثناء لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جهودهم المقدرة في التخفيف من هذه الكارثة ومنع انهيار شامل للمؤسسات التي تستجيب اليوم لجهودكم في الحد من أضرار التغيرات المناخية على مختلف المستويات. كما نشيد في هذه المناسبة بالمبادرات الدولية والإقليمية في السياق المناخي، وعلى وجه الخصوص مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف الوصول إلى تخفيضات قياسية في الانبعاثات الكربونية، كما ندعم مبادرة جمهورية مصر العربية للتكيف والقدرة على الصمود في قطاع المياه. الأخوات والأخوة، إن الحضارة الإنسانية مدينة لليمن بأشياء كثيرة باعتباره حلقة هامة من حلقات التراث البيئي العالمي، وقد آن الأوان للاستجابة إلى نداءات الأمهات والآباء الذين يتوقون رؤية أبنائهم يمضون دون خوف نحو مستقبل حافل بالأمل والحيلولة دون تدمير أرثهم الحضاري والمبني والبيئي العريق. ولهذا أنا هنا اليوم لأطلب منكم آلية سريعة لإنهاء معاناة الشعب اليمني وبناء مدنه المدمرة وحماية تنوعه الحيوي وموارده البيئية واستعادة وهج ثقافته المفعمة بالحياة. كل الشكر لكم مجدداً أخي فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السوسي، وكل التمنيات أن يمضي مؤتمرنا الرفيع هذا إلى قرارات مشجعة لمصلحة شعوبنا وكوكبنا، وأن نثمن للأمم المتحدة الدعم المستمر لرئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27 الخاص بتغير المناخ، فإننا نتطلع أيضا إلى دعم الدولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم المؤتمر 28، كما أننا نعلن هنا تأييدنا لمبادرة فخامة الرئيس السيسي بالمبادرة التي أعلنها اليوم في الدعوة إلى إيقاف الحرب في أوكرانيا، من منطلق أننا نعرف ما تعني الحروب وما هي الآثار المدمرة التي تترتب على الحروب في كل مكان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency.